السلام عليكم. شو بيدي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم. اليوم جينا نتكلموا فانك نعاودوا نولوا نتكلموا على البطولة الإسبانية، بطولة النجوم، بطولة الفرق اللي عندها شخصية كبيرة في الدور الأوروبي في أوروبا في العالم، وين معروفين بالتتويجات تاعهم، بالمشاركة حتى في الكؤوس أوروبا، حتى آخر درجة كما يقول لك نقطة، حتى أبعد نقطة. وشنا كيفاش التتويجات تاع الفرق الإسبانية. دروك جينا نتكلموا على المقابلة تاع إبرا مع فالنسيا، مقابلة اللي كملت بالتعادل هدف لهدف. شنا هدف أول في الشوط الأول، وشلنا هدف ثاني في الشوط الثاني، هدف يعني شلنا كيفاش إيبار وين حاول باش يلعب بكل قوة باش يفوز بالمقابلة أمام فريق اللي راه يعود بخطى ثابتة، وهو فالنسيا راه يعود بخطى ثابتة للنجومية كما كان. احنا يا شنقولوا نقولوا بلي شلنا الشوط الأول شلناه وين إيبار وين لعب بكل حزم كبير لكي يسجل، لكن تضييع الفرص، تضييع الفرص كانت سهلة للتسجيل، لكن أمام دفاع فالنسيا اللي شناه كيفاش لعب بطريقة جيدة، لعب بطريقة محكمة، خاصة المدرب اللي يعرف الدوري الإسباني جيدا، واللاعبين اللي عند فالنسيا فانيك لاعبين اللي يلعبوا بخبرة كبيرة في الدوري الإسباني. شنا كيفاش رودريغر اللي سجل في الدقيقة 29 بهدف جميل، بهدف من أجمل الأهداف في المقابلة، وين شنا عرف كيفاش يسجل هدف، عرف كيفاش يهرب من المراقبة ويسمح لروحه باش يكون متواجد في منطقة جيدة لتسجيل أهداف، لتسجيل هدف. وشلنا كيفاش سجل هدف بعد تمريرة حاسمة الصديق تاعو، وشلنا كيفاش من بعد شلنا كيفاش فالنسيا وين كانت رايحة تقتل المقابلة في الشوط الأول في الدقيقة 35 والدقيقة 38 في 38 و 43 دقيقة، شناهم كيفاش إيبار وين عاود رجع بعد الهدف شوية، ما نظمش صفوفه فم، لكن بعد الشوط الثاني شنا كيفاش دخلوا بكل حزم، دخلوا من أجل التسجيل، من أجل تعديل النتيجة والفوز. لكن شنا كيفاش في الدقيقة 56 عن طريق ضربة جزاء تشاريز في الدقيقة 56 عرف كيفاش يسجل بطريقة ذكية عن طريق ضربة جزاء. كيفاش وشلنا المقابلة، كيفاش كانت شلنا فرص كثيرة، شلنا لعب متبادل بيناتهم، هجمات متبادلة، شلنا خطط محكمة، شلنا اللعب أكثر اللعب كان يدور في وسط الميدان، حرب كان في وسط الميدان، كل فريق يحوس يكسب وسط الميدان، لكن فرق اللي يعرفوا بعضهم بعض مليح، فرق اللي عندهم خبرة كما فالنسيا عندها خبرة في البطولة، عنده شخصية، اكتسب شخصية كبيرة في البطولة الإسبانية هذه هي. والمقابلة كما شناها كملت، وربي يحفظكم، صحيتو.